بكمل في نفس النقطة اللي قلتها يا أبو سعد، هل حساباتكم أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على حسابات النادي الرسمية؟ لا لا طبعا، أنا بالعكس، إحنا مكملين لحساب النادي، إحنا كحساب جماهيري إحنا نضيف لحساب النادي الشيء اللي ما يتقدم في حساب النادي. النادي عنده سياسة معينة في إدارة الحساب، في المواد اللي تنزل، إحنا نعطي المشجع الشيء الثاني أو الجانب الآخر اللي ما يشوفه في حساب النادي. هذه سياستنا وهذه مهمتنا. بالعكس ما في أي تعارض مع حساب النادي الرسمي.